يعني مش تختار القوانين ممكن تسمو حلقه ونتلوث مما نظمنا السباق اللي عملناه في رمضان ديال هذا النوع ديال الصيد الرياضي. الاخوان فكوا قالوا دابا النجاح اللي كان هذا ما نطمحوا شي حاجه احسن، كنا حنا كنسالي وكنشدوا البرنامج الاستراتيجي ديال النادي شنو الانشطه اللي نعملوا في 4 سنين هذا، قلنا نبداو دابا نعملوا واحد يعني تظاهرات دوليه بحكم دابا حنا قريب من اسبانيا وكل شيء، قلنا نعملوا واحد المنافسه واحد المسابقه اللي هي ديال البوغاز مدن ديال البوغاز، وصارنا الاخوان مشاو وصافوا مشاو لطريفان كاديس جبلطار وهضوا مع الانديه تما كاملين رحبوا بالفكره وقلنا يلا كاملين تعملوا مداو وخلقنا هذه المسابقه هذه اللي فيها بحال 4 ديال المحطات، المحطه الاولى هي في طنجه، المحطه الثانيه غتكون في جبلطار ان شاء الله، ومن بعد تكون في كاديس، ومن بعد يمكن تكون ما عرفتش يمكن تكون في طريفان يمكن تكون في شي بلايص اخرى، المهم المحطات دابا هذوما اللي واضحين على الساعه هذه و توكلنا على الله قلنا بسم الله لان هذه واحد التجربه بغينا نعطيو طنجه ومدينه طنجه والميناء ديال طنجه والنادي ديالنا واحد الدفع يعني واحد المسابقه دوليه. فما نساوش بان في شهر جويليه كانت عندنا واحد التظاهره دوليه هنايا كانت لا جلوب 40 هي واحد التظاهره ديال خصت من طنجه التور دو مون ديال لافوال خرجت من هنايا، هذه عاوجات كتفتح لنا الافاق الافق ديالنا على نمشي حاجه دوليه ما بقاوش على الصعيد المحلي نكبروا شي شويه، والفكره جات من هنايا وبقينا كنخدموها وقلنا بسم الله وتوكلنا على الله والحمد لله نتمنى تكمل بخير. لما قام باعداد هذه المسابقه عملوا كاين واحد القانون الداخلي اللي هو دولي انترناسيونال تم التحيين ديالو باش يكون مواتي لهذه المسابقه اللي غتكون هنايا في طنجه، ومن بين القوانين اللي هي صارمه وان المراقبه ديال المراكب الوزن ديال 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 الاسماك والتقسيم ديال المناطق اللي تكون فيها مراقبه من طرف مراكب من اللجنه ديال اللي ترقب اي فرض يكون او شيء او اي غش من طرف اي مركب، وكاينه واحد اللجنه اللي هي في البر اللي تقوم بالعمليه ديال الوزن ديال ديك الاسماك وباش يختاروا شكون اللي يكون الفائز الاول والثاني والثالث في المسابقه. كاين ثلاثة ديال الجزاءات، كاين الجزاء الأول الإقصاء من اليومي من المسابقة في هذاك النهار، وكاين واحد الإقصاء اللي مثلا إذا خرج من منطقة ديال الصيد كيتقصى مرة من المسابقة، ولكن إذا كانت شي مخالفات أخرى كيتقصى غير من ديك اليوم هذاك ويمكن له يشارك اليوم التالي، وكتحسب له النقط ديال النهار الثاني. عفوا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.